يا من يفكر في صمت ويتركني للبحر أرفع مرساتي وألقيا يا من يفكر في صمت للبحر أرفع مرساتي وألقيا كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها وكم تمنيت لولا الرقص تطلبني وحيرتني ذراعي أين ألقيها أين ألقيها أيها الحفل الكريم حضرات السادة الأفاضل أسعد الله مساءكم جميعا وألف أهلا ومرحبا بكم ابتهاجا لا شباب أهالي هذا البلد المضياف شباب أهالي مدينة الباب ومحبة بأفراح شباب آل بني الملة نحتفل وإياكم بزفاف عريسنا الغندور حسن نجل السيد الحاج محمد الملة يحيي لكم ذكرى هذه الأمسة الغناء مطرب وكروان حلب الشهباء وابن قلب اللي رمون الحبيبة وابن عزاز وابن هذا البلد بلد الباب ومعكم ومع ملك القدر والموشح وأمير الموال وسفير العتابة وملك الأغنية الحلبية ومعكم الفنان الأستاذ أحمد نور الدين كردية نور الدين قردية فرقة عطاء الريان الموسيقية بقيادة عازف الأورج ومعكم والفنان الأستاذ جميل بريتاوي أنتم مع تسجيلات وميكروفونات صوت الريان دائما للأفراح مع تحيات الأخوين أنور عصفور أبو عمر والفنان جميل بريتاوي كما يغطي لكم ذكرى هذا الحفل وعبر أسير الفيديو فيديو وحدة حلا دائما وأبدا للأفراح مع تحيات المخرج الإعلامي الفنان حسام حطاب أقيم هذه الأمسية الغناء بتاريخ 18/12/2021 يوم السبت في مقهى نصف الدنيا ابتهاجا لآل بني الملة ومحبة للعريس حسن نجل السيد الحاج محمد الملة باسم العريس ونيابة عن راعي هذا الفرح الجميل نيابة عن أخينا حسن أبو محمد الملة نحن نرحب بشباب آل بني الملة جميعا جعل الله مبارك للعريس حسن زينة الشباب زواجا مملوء بالحب والسعادة الأبدية ألف مبروك لراعي الفرح بي العريس تهانينا لعمام العريس تهانينا لعم العريس عبود وعم العريس خالد وعم العريس سليم وعم العريس عبده وإلى عم العريس حسين في تركيا
والله يجيبه بالسلامة. أيضا من بيا العريس نرحب بشباب الباب، نرحب بشباب الريف الشمالي، نرحب بجمع السعيد وما حوى. كل شاب صلى على طه الرسول، كل شاب أتى وقدم التهاني للعريس حسن وإلى الحاج محمد الملا، وأهلا وسهلا بالحضور. وسفقة سفقة لحج محمد أبو حسن يا شباب، سفقة خيو الله يا حضور. بارك